نرجع بقى محليا ونروح للكورونا والدكاترة، عفوا الطلبة مش هيدخلوا من يوم 15 الجامعات بدون تطعيم. الدكتور حسام عبد الغفار أمين عام المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، مساء الخير يا دكتور. تحياتي لحضرتك يا فندم وللمشاهدين حضرتك الكرام. اهلا بك، انا عارفه ان احنا قلنا الخبر ده قبل كده بس عايزين نعيده تاني ونفضل نؤكد عليه مره اخرى. يعني خلاص فاضل ايام قليله، ازاي هتحكموا او ازاي يعني تؤكدوا انه مفيش طالب هيدخل الحرم الجامعي الا وهو متطعم او فولي فاكسينيتد؟ يعني زي ما حضرتك بتقولي انه بدا العد التنازلي لتنفيذ قرار اللجنه العليا لاداره ازمه كورونا برئاسه رئيس مجلس الوزراء وعضويه وزير التعليم العالي والوزراء المعنيين، اللي بتقول بوضوح وصراحه انه ابتداء من 15 نوفمبر لن يسمح للطلاب المؤهلين للحصول على التطعيم ولا الساده زملاء اعضاء التدريس والهيئه المعاونه ولا العاملين بدخول الجامعات او المعاهد العليا للتعليم التابعه لوزاره التعليم العالي والبحث العلمي الا من خلال شهاده التطعيم او من خلال حصولهم على التطعيم. احنا بنتكلم جرعه اولى على الاقل. جرعه اولى على الاقل، فلو هو واخد جرعه اولى يا دكتور تعدي يعني. بالظبط. اوكي. وبالتالي احنا او تاني بنؤكد زي ما حضرتك قلتي انه العد التنازلي بدا وانه كل الطلاب، احنا تقريبا انتهينا من العاملين واعضاء التدريس يعني الا اصحاب الاعذار المرضيه، لكن ما زال عندنا مجموعه من الطلاب محتاجين يبادروا بالتسجيل والتطعيم. النهارده بقى عندنا اكثر من 61 مركز موجود في الجامعات الحكوميه والاهليه والخاصه، فوق غير ال 1900 تقريبا او ال 2000 مركز اللي موجودين في وزاره الصحه والسكان، مفتوحه كلها لتلقي التطعيمات في مسار خاص لطلاب الجامعات والتعليم العالي. فالساده الطلاب يسجلوا لانه لن يسمح بدخول الطلاب الا بشهاده التطعيم او باحضار تحليل بي سي ار كل اسبوع. كل اسبوع. بالظبط. طيب احنا الوزير كان قال انه طعمنا 90% تقريبا من الطلبه، الارقام عندكم ايه يا دكتور دلوقتي؟ بص هيك الارقام تتفاوت من الجامعات لجامعات، احنا بنتكلم النهارده في جامعات حققت فوق ال 90%، في جامعات ما زلنا بنتحرك ما بين ال 80 وال 90%، يمكن اقل الجامعات بنتكلم في رقم يزيد عن ال 65%، لكن في المجمل نقدر نقول ان احنا حققنا نسبه تزيد عن ال 85 الى 90% من اعداد الطلاب المستهدفين. يعني ايه اكثر ايه اكثر الجامعات تطعيما وايه اقل الجامعات تطعيما؟ وده مهم نقوله علشان نحفز الطلبه، يعني مثلا في الاقاليم في كذا، ايه اكثر الجامعات تطعيما واقلها؟ لا يعني هو الحقيقه يعني انا ما عنديش دلوقتي في اللحظه الراهنه حصر دقيق قوي، لكن اقدر اقول لك انه في جامعات في الاقاليم محققه ارقام، يعني الحقيقه التوزيع الجغرافي مش متدخل هنا في على خلاف المحافظات مثلا، لا يعني عندنا جامعات في الاقاليم عدت ال 90% وعندنا جامعات في القاهره الكبرى عدت ال 90%، يمكن الجامعات وعندنا جامعات في الدلتا على فكره عدت فوق برضه ال 95%، لكن الحقيقه يمكن بعض الجامعات الخاصه لسه برضه ما فيش فيها ذاك الاقبال الشديد، لكن احنا بنتكلم على اقل جامعه فوق ال 65%. يعني احنا هذا القرار يسري على الجامعات الحكوميه والاهليه والخاصه ايضا، على كل ما هو يتبع وزاره التعليم العالي والبحث العلمي سواء بشكل مباشر مملوك للدوله زي الجامعات الحكوميه او الجامعات الاهليه الجديده التابعه للدوله او الجامعات الخاصه، الجامعات الأهلية زي الجامعة الفرنسية وجامعة النيل، الجامعات التكنولوجية والمعاهد العليا